مهاجر ويسيب بلده، أي حاجة واحدة، لو شايف نفسه إنه في بلده وما حد مودي أي اعتبار. كسب الرزق أو مشاكل أهلية، مو مرتاح، أسباب الدراسة والأشياء دي أو أسباب عمل عشان يشوف عيشة أفضل، بلده فيها حروب مجاعات، يكون عنده مشاكل ولا مضايقات. المهاجرين هم أشخاص يتركوا بلدهم ويدوروا مكان أفضل، فرصة جديدة أو عمل، وغالباً يروحوا لدول أفضل من مواطنهم، وفي العادة هم وقود الدول اللي يهاجروا ليها. تقريباً في 200 مليون مهاجر في العالم، نصفهم نساء، و8% من المهاجرين هم طالبين لجوء. وفي عام 2009 كانوا الزيمبابويين هم أكثر ناس طالبين لجوء. بعض المهاجرين يسافروا بطريقة قانونية، ولكن كثير منهم يسافر بطريقة غير قانونية وبطرق خطيرة. أكثر دولتين يتم بينها الهجرة هي المكسيك وأمريكا، ففي سنة 2010 بس هاجر 12 مليون مكسيكي لأمريكا، طبعاً كثير منهم بطريقة غير قانونية. ففي مغسلة أموات واحدة في أريزونا في أمريكا، 800 جثة غير معروفة لمهاجرين حاولوا يعبروا الصحراء من المكسيك لأمريكا وماتوا في الطريق. يعني حياة؟ يعني أنت؟ هو كل شيء بالنسبة لك، أهلك، حياتك، دنيتك. وطن هو المكان اللي تنتمي له، اللي أهلك فيه، اللي تربيتك فيه، بس هو المكان اللي أنت بتحس إنه أنت تنتمي إليه. وطنك هي مالك غيره، يعني خلاص لو طلعت منها ما حد بيضمك ولا أي حد بيفكر فيك. حول العالم المهاجرين قانونيين أو غير قانونيين يواجهوا ظروف صعبة ويتركوا أهلهم، كثير منهم يهربوا من حروب وحاجة، ويجوا البلدان تعاملهم بعنصرية وتمييز وكلمات زي يا أجنبي، ارجع بلدك، أرحلك. والحقيقة هي إنه الوطن هو المكان الذي تحفظ فيه كرامتي ويكون فيه معاشي. 18 ديسمبر، اليوم العالمي للمهاجرين.